واخيرا الحمد لله جاء الفرج مع الله سبحانه وتعالى وتفتحت المساجد ان شاء الله ونطلب الله سبحانه وتعالى تفتح كل كل ان شاء الله دابا في المرحله يعني فتح تدريجيا ماشي جل المساجد كلها تحلت ولكن بعض المساجد ولكن الحمد لله هذه بادره طيبه الحمد لله ان شاء الله باذن الله ماشي كل المساجد تفتح لا البعض كلها بالنسبه للعمله ديال الأسبوع ربما غير 14 مسجد اللي تحلت المساجد المساجد الكبيره فقط اما المساجد الصغيره ربما اللي ما كتقامش فيها صلاه الجمعه ربما هي اللي ما تحلش ولكن ان شاء الله تدريجيا غيتحلوا ان شاء الله المساجد كلهم ان شاء الله باذن الله عز آه الشروط آه اللي لحد الان مازال ما توصلش من من المندوبيه من ولكن اللي في علمي انه الانسان يأخذ الاحتياط ديالو اولا الكمامه وثانيا يعني الزربيه باش يصلي ثالثا آه يجيب شخصية فاش غيعمل الحذاء ديالو ويعمل الزربيه فاش غادي يصلي ربما يقدر يكون فيه المرض كي يؤذي شي شخص اخر لا 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 كل واحد غيجيب غي الزربيه ديالو والكمامه ديالو والشاصيه فاش يعمل الحذاء ديالو المصاحب لحد دي ما تهضرش على امر باش غادي يتفرقوا المصاحف من طبيعه الحال طبيعه من طبيعه الحال لا المسجد ديال النساء ما كفيه العبيله وكل كل السيدات تجيب المسائل ديالها بحالها بحال بحال الرجل تجيب المسائل الاحتياطيه ديالها من زربيه من الشاصيه ديال الحذاء من الكمامه ديالها من الوسائل ديال التعقيم غادي يكون ان شاء الله بالنسبه للاوقاف راه غتعمل التعقيم هنا في الباب اللي احكام لانه كاين ضروره هي لا لا يا حبذا الانسان يكون القدم على القدم والكعب على الكعب يا يا يكون هذه المساله هذه مزيان ولكن عاد الضروره لان كان المرض منتشر يقدر الانسان يكون واحد فيه المرض وي ويصيب الاخر وهو لا يدري ربما يكون انسان مصاب ودخل المسجد بطبيعه الحال نعم صدق الله سبحانه وتعالى هي فعلا هذا الشيء اللي كاين نعم هي في الأولية ان شاء الله بحول الله الجمعة ما كاينش خبر لحد الان الجمعة ما كاينش جمعة غتكون ظهرا ان شاء الله اربعة المهم ظهر اربعة الركعات ظهر لحد الان الجمعه مازال ما عندناش خبر على الجمعه تعقم في الليل بعد جات الجامعه عقمت عقمته في الليل ودابا كما شفتوا هذه الحاله راه تعقم دابا عاوتاني من الداخل <applause> نطلب الله سبحانه وتعالى اولا وكل شيء <applause> نطلب الله سبحانه وتعالى ان يكون هذا ابتلاء ولا عذابا من عنده سبحانه وتعالى ان يكون ابتلاء لا عذابا والنصيحه ديالي لنفسي اولا تما وبالنسبه للمسلمين المواطنين المغاربه جميعا يحرصوا يحرصوا كل الحرص لان هذا كما كنشوفوا في, في الاخبار ديال القنوات يوميا كينتشر هذا الوباء يوميا عن يوم طبيعه الحال راه تسدس في المنتصف ديالي تسدس لا داخل لا خارج يعني ربما راه فاش فاش ترفع هذا الحج هذا الحجر الناس يعني بحال لا درت الثقه بانه هذا المرض ولكن ما بقاش ولكن مع كامل الاسف باقي كينتشر ولهذا كما كي قلت لك انا من قبل كنصح نفسي والناس وجميع المصلين او غير اللي خارجين على برا يتخذوا الحي الحيطه والحذر على هذا المرض هذا اول انسان يعمل المسافه ما بينه خاصه في المسجد انا اتكلم على المسجد يعمل ما بين الانسان والانسان يعني يعني واحد المتر ويجيب المسائل ديال التعقيم ديالو معاه الا ما كانش في المسجد ربما لا ما تكون ما تكونش ويعمل الزربيه ديالو ويعمل الكمامه ديالو ويعمل الشاصيه فجعل من الحذاء ديالو كي لا يؤذي نفسه ولا الاخرين وهذه من طرف المندوبيه غادي يجيبوا شي ناس مختصين اللي غادي يقيسوا الحراره ديال الانسان والتعقيم وربما غادي يكونوا حتى الكمامات اللي ما عندوش يعطيوها ليه اي على حساب دابا دابا لحد الان باقي ما جاوش باش يعملوا دي الاماكن ديال ديال في غيصلي المصلي ما بين الانسان والانسان متر او لا متر ونص انا كل الاخوان ديالي في طنجه كما قلت سابقا ياخذوا الحذر والحيطه ويصبروا لهذا المرض ويستمروا في الحجر في البيوت ديالهم يعني ما كاينش الانسان إذا كانت عائله مثلا فيها ديال 8 ديال الناس يخرجوا باش يتقداو 8 ما يمكنش يخرج غير واحد يقضي الغرض وكذلك البحر يعني تفاداو هذا البحر والازدحام والحافلات والممرات شي حاجه ماشي مهمه انسان ما كان، علاش غادي يخرج يبقى يدور ربما يخرج هو غير مصاب ويقدر يتصاب برا ويقدر ياذيه الأولاد، ولا الزوجه ديالو ولا الجيران ديالو ربما الانسان خصو يعني نجندوا جميعا مجندين يعني باش نحاربوا هذا الوباء لا هو كما كيقول الرسول صلى الله عليه وسلم صلاه المراه في بيته افضل ولكن ما غيتمنعش يعني ما كاينش واحد يمنع ولكن من الافضل في هذه الحاله هذه تصلي في المحل ديالها بالنسبه للمراه ولكن بالنسبه بالنسبه لهذه الحاله هذه الانسان ياخذ الحضر ديالو حتى المسجد مثلا الى عمر دابا كاين واحد غلقوا حنا مشكل بالنسبه لقيمين الدينين في المسجد ربما غلقوا مشكل والله اعلم ما اتمنى ان لا يكون هذا المشكل لان يقدر شي واحد مثلا يكون ما تكون عنده لا زربيه لا كما يقول لك أنا غندخل نصلي راه هذا بيت الله يعني ما كتفهمش المسألة هذه ما كتفهمش يعني احنا طحنا فيها غير باقي باقي المسجد مسدود كاع وجا واحد السيد هنا قال لك إن المساجد لله هو ما فاهم والو مع كامل الأسف لا الحمد لله عندنا عندنا مجلس العلمي وعندنا العلماء وعند كاين المجلس الأعلى على رأسهم صاحب الجلالة نصر الله الإنسان خصو يتقيد بهذه التعليمات اللي اللي كنتلقاو من من العلماء ومن من الأخبار ومن سنطبقوها ماشي غير مثلا غير نسمع وكعابير سبيل ما ما نطبق شيء نطلب الله سبحانه وتعالى كما قلت لك ان يكون ابتلاء من الله لا عذابا نطلب الله الله يرفع علينا هذا هذا الغضب ويرفع علينا هذا الوباء ويرفع علينا هذا الالم ان شاء الله باذن الله على المسلمين اجمعين جميل. لا رفع هو راه في الحج بعد اربع ديال الشهور وكيترفع الاذان جميع الاوقات من صلاه الصبح الى صلاه العشاء من صلاه العيد ولكن صلاه غتكون في عيد الفطر ما, ما كاينش ونتمنى الله, على الله. نتمنى الله يترفع هذا الوباء ونصلي وصارت العيد ان شاء الله بحول الله علاش لا كل شيء عند الله قريب